اهلا وسهلا بكم في برنامجكم المفضل اخبار كرة القدم، مقدمها لكم ابو سروال شخصيا. ضحك سعادة كوميديا تجدونها هنا، تبقوا معنا. اهلا وسهلا بكم من جديد. اول سؤال راح يجيني، ليش لابس روما؟ بعرف لابس روما لانه بلوزة روما هيك وسيعة، وبعدين الاصلية جاي هيك فيها خزوق مخزقة، بتدخل هواء، بتدخل اكسجين، والجو نار. بتعرفوش يمكن بعد بكرة يعملوا ريمونتادا. ريمونتادا؟ ريمونتادا عند عمك الريمونتادا. والله ما بتعرف، كرة القدم صايرة معاقة هالايام. دليل انها معاقة اتيكم بهذا الخبر. رسميا ريال مدريد يتأهل لدوري ابطال اوروبا رسميا، يعني بقى مش متأهل، لدوري الأبطال. رسميا نتأهل لدوري الأبطال. شفت انه كرة القدم معاقة ريال مدريد. طيب قبل ما نبلش في الأخبار حاب أحكي لكم كمان شغلة. هسا فيديو 100,000 مشترك جاهز، بس بستنى نوصل 100,000. ثاني إشي اللي اعترضوا على الخلفية، صعب أرجع الخلفية القديمة لأنه أصلا كانت عبارة عن رفوف، فكيت كل شيء عشان أحط الخلفية الجديدة. بتمنى منكم أنكم يعني تستحملوني شوي إذا ما كانت الخلفية في الجود الممتازة، إن شاء الله هنا مع الوقت بنتطور. ثالث إشي، الاخبار راح تبطل يوم الاثنين، راح تكون يوم الجمعه بس، لانه الضغط ضغط وبدنا نجيب افكار جديده، بدنا نحط فكره جديده هيك يوم الاثنين، فعشان يكون فيها زخم اخبار فلازم نخليها ليوم الجمعه، وعشان تكون في مده الفيديو طويل. ورابعا بدي اطلب منكم طلب صغير، بدي اياكم تحطوني اسم لبرنامج يوم الجمعه. بدنا نعمله برنامج عشان يعني نعمله فقرات ومفقرات مش اخبار بس، يعني نشكله ونوعه. فبدي اياكم تختاروا لي اسم حلو ممتاز، الاسم الحلو حطوا عليه لايكات عشان ايش اشوف. بدي اسماء بتجنن، اسم يعني يكون فيه سروال، مثلا سروال الرياضة، سروال الرياضة. فخلينا نبلش في الأخبار. بالهدف الأول لبايرن ميونخ اللي سجله كيميتش، شفنا إشي غريب، هو احتفال خامس رودريغز، يعني راح احتفل وهيك عصب وزي كأنه سجل في يهود. إشي أكيد استفز الجماهير، بس ما توقعناش يستفز اللاعبين. فعندك اللاعبين كارفخال ومودريتش وفاسكيس واسنسيو نزلوا صور بعد المباراه انه مباراه جيده واحسنتم عملا ومش عارف شو، بس يا ما حاسن الصدف، كل الصور فيها خيمس رودريغيز. هاي صدفه؟ لا مش صدفه. اخذوا حق الجماهير وزياده. بعد ان قرر انيستا الخروج من برشلونه، الكل صار ينزل على انستغرام وتويتر مديحا في انيستا وانه انيستا كان لاعب عظيم. فجأنا راح اليوهن كرويف منزل عن انستغرام، منزل على الانستغرام بتغزل في انيستا. يوهان كرويف ما يوهان كرويف انقتل. معانا هنا خبر محزن انه الاسطورة اندري جوميز راح يلبس رقم 8 في برشلونة، رقم 8 اللي هو رقم انيستا. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ معانا هنا خبر محزن، هو مش محزن، هو راح يصير محزن. بقول لك هوملز مدافع بايرن ميونخ، كان بامكاننا ان نحسم المباراة ولكن نوعدكم باننا سوف نقصي ريال مدريد في ارضهم. ليه ولك؟ ليه ولك ايش سوى؟ انا ايش سوى؟ انا في نو استئاب. نو لا تصرح، ده فريق بيموت بالاستفزاز، بتغذى على الاستفزاز. قول رونالدو حمار بدي احط جوال. فلا تصرحوا يا شباب، الله يرضى عليكم. انا بعرف ناس ما صرحت لسه ما بين انه راح يلعبوا ضدهم، اتفجروا لتعن ابو سكافهم. رسميا سيتم اعتماد تقنية الفيديو في الدوري الاسباني. هسه في الوقت هذا بنعرف مين اللي راح يهبط، هو مدريد ولا برشلونة. التركي شاكيري حكم لمباراة الإياب بين بايرن ميونخ وريال مدريد، هذا ديروا بالكم منه، يعني أنا بحذر الفريقين، ترى بيحسب ضربات جزاء، يعني لو كاسيميرو كرسح رافينها في نص الملعب بيعطي ضربة جزاء، لأنه هذا شوي هيك يعني. سيدورف على ريال مدريد أن يقوم بممارسة شرفي لبرشلونة. عفوا مين حضرتك؟ سيدورف؟ مين سيدورف؟ وين باقي تلعب أنت؟ أنت بالغراف القطري؟ عفوا مين حضرتك عشان تحكي نعمل ممارسة شرفي؟ والله روح يا عمي، روحوا يا زلمة. من الواضح انه ريال مدريد راح يواجه ليفربول في دوري ابطال اوروبا، يعني بمعنى حسابيا وعلى الورق انه هذول اثنين متاهلين وفايزين بفارق، فمن الواضح انهم يعني النهائي. فمن الواضح انه زيدان بلش من هزه من حد ما بين انه اثنين راح يلعبوا النهائي. ليفربول ما شافش الخير، محمد صلاح ما شافش الخير، محمد صلاح ما سجلش جوال، ما سجل كل مباريات الدوري وهو يسجل، بطل يسجل يا حرام. مشكلته مع الاتحاد المصري وغير مشكلته في الاتحاد المصري، الكاميرا صايديته في مباراه
نيويورك سيتي هو فقع واحد كوع؟ انا ما اتوقعش هو اللي فقع الكوع، لانه احنا بنعرفه بصلاح يعني محترم. شكله كان بيمشي الجن اجى قال لك عشان ايش اثر عليه نفسيا، راح رفع يده زي هيك طه كبس. مين هذا ابو سمره اللي فقع كوع؟ مش مصدقيني؟ مش مصدقيني صح يا عمي؟ بدناش محمد صلاح. كلوب ومساعده صار لهم 18 سنه مع بعض، مساعده اسمه بوفاك. بوفاك شو هالشبس؟ فجاه طب الطاوش وبطل هذا يحكي مع هذا وخلص طلع من النادي. كيف كيف كيف؟ هسه بقول لك مش سحر، هذا تعدى مراحل السحر، هذا صار مش عارف شو تسميه. طبعا اخواننا المدريديه احنا لما نحكي جن وسحر وهذا كله مزح يعني، فيش اشي اصلا اسمه سحر وشعوذه، ما في اشي اسمه زيدان ساحر ومشعوذ و مين اللي قال الحق لوسه مش موجوده؟ امال انا ابقى مين يعني؟ فالفيردي بقول لك شخصيا انا ارى ان الممر الشرفي اصبح اهانه بين برشلونه وريال مدريد. خذ لك قول لك مشان الله مشان الله، وبتلوموني ليش بحكي عنه حمار؟ طب بدل ما يحكي انه لا عادي اعمل ممر شرفي يعني ما في اهانه ما في اي جسمه، راح بقول لك اهانه يعني عشان ياكد انه ايش انه الموضوع اهانه وما يخليهم يعملوا ممر شرفي. الله ينعن ابو مرتك شو انك حمار. ها شفتوه 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 انه الموضوع موضوع اهانه. ممر شرفي لا يعمل للاهانه، يعمل لرفع الشان، يرفع من شأن نادينا. بس انتو عشان بدكم اياه اهانه مش راح نعمل لكم اياه، لو مش اهانه كان شو اسمه، بس عشان اهانه احنا بدناش نعمل. شفتوا انه نواياك وسخه يا كوليزيين؟ في عليك يا كلب زمير رجعنا ابشر الله من وين رجعنا؟ من اهانه اهانه انتو شو دخلك انت؟ خليهم يعملوا مر شرفي يا زلمه، هم عاملين مر شرفي على راسك. معانا خبر قديم بس لازم نحكي عنه، يعني هو خبر اسطوري اللي هو خبر استقاله ارسن فينجر في نهايه الموسم. احنا كمشجعين مش لارسنال، انا بشجعش ارسنال، انا حطيت شعار هيك بلوزه ارسنال وهيك ككاركتر بس، يعني الجماهير كلها فرحت لارسنال انه ارسن فينجر راح، فما بالك الارسنالي شو بكون شعوره؟ ارسن فينجر هم الحجايه، ارسن فينجر راح يستقيل. اخيرا فينجر استقال، بدي اسجد شكر افضل مدرب في التاريخ. يا فينجر حتى وحشنا يا فينجر، رحت ليه سبتنا ليه يا فينجر؟ طب انت عارف مين راح يدربكم؟ لا والله ما بعرف مين. لويس انريكي. شو انريكي؟ وزي ما انتم شايفين هنا احتفالات برشلونه في الدوري الاسباني ال25، وكما هو موضح في الفيديو انه ديمبلي بده ينتقم من سواريز. ابصر ليش قاعد برشش عليه مي والحياه حلوه؟ قال لك ايش؟ قال لك ايش؟ بستغله بما انه فرحان مش منتبه، برش عليه مي وبهربده. فهون اجى سواريز مفكره مش صاحي، وك هذا خنزير عكروته، راح مسكه وفرك راسه وفرك تقول بفرك في صينيه بطاطا، مزعه يا حرام الولد توفى. رفع رجليه طار الشبشب، والكاميرا بتروح على الكاميرات وبترجع سواريز وديمبلي. سواريز بقى فاتح ثمه بس ديمبلي فلت باخر لحظة ورد رش عليه مي بس بشكل اقوى، وسواريز تعبى وجهه وبلش ايش يمسح في وجهه تقول بتوضى لا صلاة الظهر. بعديها نكش ديمبلي بقول له بالله صب لي على اساس ايش يعمل حاله اهبل، صب لي خلنا توضى. وبهيك انتهت اخبارنا لهذا اليوم، بتمنى انها تكون عجبتكم، ولا تنسونا باللايك ومشاركة الفيديو، ضروري تشاركوا الفيديوهات عشان نوصل 100,000 بسرعة، ولا تنسونا من تعليقاتكم الحلوة، ولا تنسوا تضيفوني على السناب شات وعلى الانستغرام عشان تشوفوا هل انا راح انزل فيديو اليوم او لا، اذا كان في عندي ظروف او ما في عندي ظروف. روابط حساباتي هيهم في الديسكريبشن، اتمنى انكم تضيفوني. ان كنت جديد في قناتي اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات. كل الحب والاحترام للجميع، لا تنسوا انكم تحطوا اسم للبرنامج يوم الجمعة، والسلام عليكم ورحمة الله.